يسري في العربي كتب من 3-4 أسابيع يقول سنة 1841 تقدم رجل لرئيس وزراء بريطانيا وكان يهودي أيضا وقال له نسيت اسمه يعني فقال له أنت الآن بغيت على محمد علي بكرة حيجي محمد علي ثاني وآخر وآخر ولذلك لازم تقيموا دولة يهودية في فلسطين تفصل مشرق العربي عن صوره هو بس نابليون قبل 220 سنة يعني قال أيضا إذا قوي البصر جماعة الأمة العربية وجاء أيضا لإقامة الدولة اليهودية وجاء معه الخبراء كانت الثورة في أولها والثوار لا يمكن يفكروا بتاريخ وبحضارة لأن الثوار يعني ما تأخذونه بيكونوا يعني ما احنا مثقفين بهذا الشكل يعني ف يومها جاء لإقامة الدولة اليهودية في فلسطين وثبت الآن وقبلا يعني أن الثورة الفرنسية الماسونية العالمية كان لها دور فيه وجاء احتل مصر وراد يحتل فلسطين انكسر في عكا انكسر في مصر ورجع فالعداء الغربي الأمريكي والبلاد العربية ولمصر بالذات قديم وينهب هم بصورة مستمرة ينهب ثروات هذه البلاد لو اتحدت هذه الأمة لا خسروا وخافوا ما تأخذوني في سنة 1950 أنا